بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة مع معلومة في كبسولة. احنا اخترت لكم الموضوعات الشائعة اللي بتيجي في لينا كتير عشان بإذن الله يعني ايه نحاول نستفيد بيها بإذن الله كلنا. يعني من أشهر الحاجات الأمراض اللي بتيجي في الأطفال هي التهابات الأذن الوسطى. احنا هيبقى في كام حلقه كده جايه على التهابات الاذن الوسطى وايه المشاكل بتاعتها وايه اللي ممكن يحصل بعدها. نخش في حاله اسمها ايه وطريقه العلاج ازاي والمانجمنت بتاعتها كلها من كونها هنحتاج لها تدخل جراحي او غير كده. اول حاجه التهابات الاذن الوسطى ده التهاب شائع جدا، تقريبا ما فيش حد ما بيعديش في مرحله من عمره على التهابات الاذن الوسطى ديت. فهو التهاب شائع ان شاء الله. طريقه العلاج الجديده والمضادات الحيويه الكتيره اللي موجوده دلوقتي ومتوفره بتخلي علاج الالتهاب ده لو اتشخص بدري ان هو بيعدي بطريقه سهله جدا وما بيبقاش في اي اثر ان شاء الله. الالتهابات بتيجي اكتر في مرحله سن اكتر من سن تاني، فاحنا عندنا في زياده قوي في الالتهابات بتحصل في مرحله السنتين وترجع تهدى شويه وبعد كده تزيد مره تانيه في مرحله الست سنين. لكن كل الاطفال معرضين ان هو يحصل لهم التهابات، بالذات مع حدوث التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، يعني مثلا مع نزله برد، مع التهاب في منطقه اللحميه، مع التهاب في منطقه اللوز. عادة الطفل بيبقى مضاعفات ليها، الولد يجي له برد تلاقي الأم مثلا بتقول إن الولد كان عنده رشح شوية، يوم عدى يومين بدأ يعيط من ودانه، لو بقى ما خدش علاج يبتدي يحصل له مشاكل فيما بعد اللي احنا هنبقى نقولها بعد شوية في حلقات تانية، يعني إيه المضاعفات اللي هي الوارد حدوثها لو الالتهاب دي ما اتعالجتش. طيب احنا لو اتشخصنا التشخيص بيتم بمنتهى السهولة عن طريق كشف عادي، بنشوف إن الطبلة بدأت يحصل لها شوية تغييرات، يبقى فيها شوية احمرار، شوية زياده في الدم اللي وصل لها. اوقات بقى لما يخش في مرحله متقدمه شويه ممكن الطبله نفسها تبتدي تتزق لبره عن طريق ان احنا المفروض الاذن الوسطى دي مكان مقفول فيه هواء، الهواء ده مع الالتهابات يتقلب ان يبقى فيه افرازات، سواء بقى افرازات عاديه او افرازات صدديه. الافرازات دي لما تكتر قوي تبتدي تخلي الطبله دي تتزق لبره ويبقى يعني فيها بلج جامد جدا او انتفاخ جامد جدا، ما تعالجش وتساب لغايه كده بيخش في مرحله ان احنا الطبله دي تبتدي تفرقع ويطلع اللي وراها ده ينزل بقى تسيب ثقب في الطبله وينزل الافرازات اللي كانت متجمعه في الاذن الوسطى دي تنزل من خلال القناه. فنلاقي مثلا الولد من 3 4 ايام بيرشح، بدا يصرخ من ودانه، اهمل وما رحناش وما كشفناش وما خدش دواء، يبتدي يحصل ان نلاقي افرازات ابتدت تطلع من ودانه. ان شاء الله برضو حتى مع حدوث المرحله ديت بيبقى العلاج لو خد علاج كويس عاده في يعني في اكتر من 90% من الحالات بيقفل الثقب اللي اتساب دوت وبيرجع الولد بشكل طبيعي جدا يرجع زي الاول. الحلقات اللي جايه احنا هنتكلم بقى عن المشاكل الوارد حدوثها مع حدوث التهابات اذن وسطى وطريقه العلاج ان شاء الله.